الأوقاف إقامة صلاة التهجد بأكثر من 10450 مسجد وتعقيم جميع المساجد ضد كورونا. أهلا بكم مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن، أهلا وسهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة من تلفزيون الوطن. كل سنة وحضراتكم طيبين. خلاص شهر رمضان على الأبواب وكله بيستعد من دلوقتي، إن شاء الله ربنا يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. خلونا نقول لحضراتكم ان في عملية تنظيمية للمساجد في شهر رمضان المبارك هذا العام. الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أكد ان المساجد توسعت في الأنشطة الدعوية والقرآنية وهيتضاعف كمان في شهر رمضان المبارك. وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة قال كمان ان جميع المساجد بجميع محافظات الجمهورية هتشهد إقامة الشعائر الدينية بها خلال الشهر الفضيل وإقامة صلاة التراويح بجميع مساجد الجمهورية التي تقام بها الجمعة وإقامة صلاة التهجد بأكثر من 10450 مسجد والاعتكاف بأكثر من 6200 مسجد بالجمهورية وإقامة الملتقيات الفكرية بالمساجد الرئيسية الكبرى ب 27 محافظة، إضافة إلى ملتقى الفكر الإسلامي للواعظات وده الأول مرة ب 19 محافظة، كما تشهد أسابيع الشهر الفضيل إقامة برنامج المنبر الثابت ب 1000 مسجد وده بالتعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، هذا بالإضافة إلى الدروس اليومية بالمساجد. وزير الأوقاف وجه بتنظيف وتعقيم وتطهير جميع المساجد للوقاية من تفشي فيروس كورونا استعدادا لشهر رمضان المبارك، وشدد على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل، وقال إن خدمة بيوت الله عز وجل شرف لنا ونعمل على تهيئتها على أفضل وجه لشهر رمضان المبارك، وشدد على أن الأمانة العظيمة وليست هناك عذر لمتأخر، وطلبهم بالعمل بأعلى درجات التكثيف في الحملات والأنشطة الدعوية، محذرا جميع الأئمة والخطباء من الخروج عن موضوع الخطبة أو التعرض لأي شخص أو جهة أو مؤسسة. كمان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أكد أن الوزارة هتاخد إجراءات حاسمة تجاه أي مخالف بما في ذلك وقفه عن الخطابة وصعود المنبر وأي عمل دعوي، فضلا عن المساءلة الإدارية أو التأديبية واتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تنتهي بإنهاء خدمته، كما وجه بضبط جميع شؤون المساجد. أعزائي مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن، وصلنا لنهاية تغطيتنا الإخبارية ومتابعين معكم تغطيات إخبارية أخرى على مدار اليوم. شكرا لمشاهدتكم تلفزيون الوطن.